يا أهلا وسهلا، فلوق جديد. طبعا أول شي كلش وجدا ومرة فرحانة بالمتابعين الجدد. طبعا قلتها بأكثر من لهجة عشان الكل يفهم إني فرحانة، مبسوطة، سعيدة، كل شي. إن شاء الله إن شاء الله عقبال ما القناة تكبر وتكبر. تشجيع الناس جدا يحمسني أكمل. كأن ما أدري، شيء يخليني ويعطيني طاقة بطريقة مو طبيعية. مهما تكلمت عن شيء ما راح يوصلكم شعوري. فشكرا للدعم، للتشجيع، لكل كومنت، لكل لايك، لكل متابعة. شكرا شكرا شكرا. طبعا هنا كالعادة أبدأ أتعارك ويا الأجياس اللي توصلني. يراد لي أبدل المقص لأن المقص ما يقص عدل وما يقص بسرعة، فلا أنا بديت أطلع الأجياس. طبعا طالبة من طلبية من شيئا، أتمنى أن كل شيء يجي فته حلو. كل الأشياء كانت أوكي وجميلة، بس ما أريد أرجع شيء أبدا، ما أريد أسوي ريتيرن آيتم صراحة. ما قد سويت، بس في كم آيتم، كم شغلة يعني اشتريتهم، كنت شاكة، بعدني شاكة مو متأكدة رح يجي على قدي ولا لا. بس من قد ما عجبني الشيء طلبته، مع أني أشوف بالكومنتات أنه في كومنتات تقول لا هذا سايز مش ترو، ومع هذا طلبته. خليني أشوف. طبعا البيوتي بلندرز هاي بنات أنصح الكل يجيبها، أنصح الكل يجيبها، لأن الكومنتات كلها تمدح البيوتي بلندرز هذه. 8 حبات مع بعض سعرهم ولا شيء، يعني الوحدة تطلع لكم بدرهم ونص أو درهمين، يعني شيء فظيع. والكومنتات كلها تمدح نعومة البيوتي بلندرز، تمدح إنه كيف ناعمات، سموذي على البشرة، يدمجون بسرعة، روعة. أوكي، عزكم الله النعال، روعة، عجبني، أنوثي جدا. هسه راح أطلع لكم كل شيء بالتفصيل، بس أنا سريع سريع أراويكم الأشياء. بنات والله لا وحدة تغلط غلطتي. أنا قبل يعني بحياتي ما فكرت أطلب من شيء، أحس موقع رخيص، ما أدري شنو الفلسفة هاي. تخيلوا إيش قد صار لها يعني الموقع مفتوح. والله العظيم هسه يلا بديت أطلب تقريبا من سنة. تخيلوا ما قد طلبت، مع أن اللي اكتشفته أشياءهم تجنن، الكواليتي حلوة، يعني فعليا فعليا من أرخص المواقع ومن أحلى المواقع، اللي تجيب كل شيء ترندي، كل شيء اللبس على الموضة، ما أدري شو اللي تريدوه موجود. فمثل ما قلت لكم بنات، يعني يطلبوا من هالموقع، أوبشن حلو، خيار جميل، يعطيكم اللي تريدوه، يعني أي شيء يخطر في بالك، أي ستايل بالعالم بأسعار جدا مناسبة، تخلي على شيئا. تمام. طبعا هذا مش اعلان، وهاي كل الاشياء اللي قدامكم ما اخذتها بفلوسي، انا توا قناتي جديده، بعدني ما انطلقت في موضوع الاعلانات وهذا، لا لا لا، بعدني جدا صانعه قد حالي، بسيطه، اصور لكم يومياتي. فانا ما امدح الموقع ان روحوا، لا لا، هذا عن تجربه، انا شيء استفدت منه اريدكم انتم بعد تستفيدون منه. تمام، الحين بديت في اصور لكم ميك اب الشي قلام اللي جبته. تمام، هاي الارواج اللي جبتها من عندهم، اشتريت محدد، وهذا المحدد روعه والله العظيم، اللي ما تطلب منه في بيكون شيء ناقص في الميك اب مالها، خصوصا اللي تحب الوان النود، يعني التحديد مع اللون رائع. هذا المحدد غامق، أغمق من الروج اللي معاه. تمام، طبعا بنات هواي طلع حكي إن ميك اب شي قلام رخيص، مليان رصاص، بيأذي البشرة، ما أدري شو. كل الميك اب فيه رصاص، كل الميك اب، كل شيء إلا البراندات الغالية اللي الروج فيها بما أدري كم، هاي أوكي ممكن، لكن كل الشركات اللي في كل مكان فيها رصاص، وكلها تتفاعل مع البشرة، وكلها تأذي البشرة. يعني بس احنا مش مدمنين الميك اب، يعني الواحد يحط ميك اب حسب مزاجه، مرة كل فترة شيء، مش كل يوم كل يوم كل يوم. فالواحد راح يعرف يفرق متى بشرته راح تتأذى، متى راح يكون في نتيجة عكسية، متى راح، هالأمور كلها مواضيع نسبية تراكمية على المدى البعيد.
للناس اللي تسوي ميك اب كل دقيقه. اوكي المهم تقلت وراها للعسكم الله النعال اللي اكثر شيء عجبني في الطلبيه كلها الصراحه، يجنن يجنن يجنن، اريد اراويكم اياه. طبعا الطلبيه كبيره، فمش كبيره مره لكنها كبيره تعتبر. تمام شوفوا كياتة بنات، شوفوا الكياتة والجمال. طبعا ناعم نعومة، سعره تقريبا 25 ريال 25 درهم، يعني اول مستيجي ناعم ناعم بطريقة مو طبيعية. وهنا بنات طلعت لكم البيوتي بلندرز اللي قلت لكم كلش متحوها 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 بطريقة فظيعة بالكومنتات. يعني انا كل ايتم اجيبه أشوف الكومنتات التعليقات اللي على هذا المنتج، إذا كانت التعليقات كلها إيجابية لأن تراها تجارب الناس، خذوا العلوم من تجارب الناس. تجارب الناس قالت إن هالمنتج مناسب خذوا تجارب الناس، ها نص نص يعني عليه شك أو حسب كل واحد وتجربته. إذا كانت الكومنتات سيئة لا تأخذون، فالموضوع حسب الكومنتات لأن كلها عبارة عن تجارب الناس. هاي سلسلة طبعا خذتها بعد، ما راح افتح لكم اياها لانها يعني عادية مش النواب. هاي الشنطة جدا جميلة براويكم اياها، تعالوا انوثة، شايفين عزكم الله النعال اللي قلت لكم كلها انوثة اللي صورت لكم اياها بداية الفيديو. هذه الشنطة هي فعلا مع جاية مع النعال، يعني عزكم الله أنوثة، جميل لون وردي. أنا ما عندي صراحة اللون لا من نعال ولا من شنطة، فجبتهم مع بعض أساس أطقم. يعني جميلة جميلة جميلة، بسيطة حلوة، ألوانها فاتحة أنوثية بناتية جدا حلوة، عجبتني الشنطة. كم سعرها توقع؟ طبعا كانت يمكن 15 بعد الخصم، استعملت كود خصم قوي، صارت بعشر دراهم بنات، 10 دراهم الشنطة. تخيلوا، وهذا عزكم الله النعال لايقين مع بعض، حلوين عجبوني عجبوني. تمام فبحط لكم كود الخصم، كود الخصم جبته من تويتر مش كودي، عشان تعرفون، عشان لا تقولون هاي قالت مش اعلان وحاطة كود، مش كودي، خدته من تويتر، كتبت كود خصم قوي، شفت كثير اكونتات خدت هذا جربته وصدف خصم لي مبلغ. يعني هذه بنات الوردية تنظف البشرة، تنظف، والثاني خلخال، يعني عاديات ما راح افتح لكم اياها. خلخال حلو، والمال تنظيف هم اكثر عن حد شفته يستخدمها فجبتها. هنا أنا بديت اعرض لكم التيشيرتات. اوكي الحين راح افضفض عن حزني وزعلي. تخيلوا ان هاي التيشيرتات طلبتها من شيئاً، الشكل يجنن يجنن يجنن، على الموديل يجنن، ما شفت عليه كومنتات غير بعضهم يقولون السايز ما ادري شو. حاولت اجيب سايز مناسب انه راح يصير على قدي اكيد، لكن مع الاسف شايفين الثلاثة اللي شلتهم كآبة كآبة، ولا واحد جاء على قدي، كلهم كانوا القماش مالهم ضيق، القماش مالهم نفسه اجى ضيق علي. لكن كشكل يعني ما ادري، يمكن اعطيهم اختي الصغيره، يمكن ارجعهم اسوي لهم ريتيرن ما ادري، لكن ان بالشكل روعه. لبستهم القماش بعضهم كان شفاف بعضهم كان ضيق بزياده، يعني ما جو سوتس بالضبط. وباقي البناطيل كانت جميله، بناطيل واسعه للدوام، كانوا رائعين حلوين مريحين، وهذا البلوفر مع شورت رائع كلها، حتى القماش بنات مالهم يدفي، البلوفرات من داخل تحسوها تدفي حيل للشتاء، وجدا مناسبة والله العظيم. استخدموا كود الخصم راح يخصم لكم تقريبا 150 ريال، 100 حلو حلو قوي يعني. عندكم هاي الصينية بنات جدا جميلة حلوة، تحطونها عند الطاولة اللي عند راسكم لما تنامون، تحطون فيها الأشياء اللي تستخدمونها اليومية، كمرطب إيد، مرطب جسم، شيء تستخدمونه كل يوم يكون عندكم وتدور بهالطريقة، جدا جميلة. وآخر شيء كيوت طلبته الجواريبات،
روعة حلوين وكيوت، تعرفون شو يعني كلمة كيوت؟ بس والله هاي هي كانت مشترياتي من شيئا.